رسميا يا جماعة ناروتو هيحصل على اللايف اكشن زي وان بيس بالظبط. انمي ناروتو طبعا غني عن الوصف، وما اعتقدش ان في اي حد بيتابع اي انمي في العالم ومش عارف ايه هو ناروتو ده ان ما اتفرجش عليه. ولكن للأسف مؤخرا نوعا ما مفيش تركيز على سلسلة ناروتو، ده لان خلاص المفروض اصلا ان السلسلة انتهت تماما، كل فين وفين بس يطلع لنا وان شوت بتاع ميناتو اللي رجعناه مع بعض وكان جميل. كان في امل ان في 4 حلقات هتنزل طويلة ولكن تم كنسلتها رسميا لاجل غير مسمى مش عارفين ايه هو. والصراحة مش هكدب عليكم، انا كنت مستني ال4 حلقات دي جدا جدا، لان هي فعلا كانت هترجع لنا الاجواء وكانت حلوة. خسارة فعلا ان هم يكنسلوا، مش عارفين امتى هتنزل ولا في ايه بالظبط، ولكن فعلا كانت فكرة جميلة جدا 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 للأسف. المهم بقى ان اللايف اكشن بتاع ناروتو ده شغالين عليه من 2015، وعلى فكرة ده مش هيكون لايف اكشن عبيط كده زي كتير من اللايف اكشنز اللي شفناها قبل كده. خلينا اقول ان هو ممكن يكون بنفس مستوى وان بيس. كلنا طبعا عرفنا الضجة اللي حصلت على اللايف اكشن بتاع وان بيس، اللي كان نوعا ما فارق كبير جدا ما بين كل الحاجات اللي شفناها قبل كده. كان فعلا مستوى انتاج واخراج حلو جدا، ومن الناحية الكتابية برضو ظبطوه، ده عشان اودا بنفسه كان مهتم وكان بيراقب العمل، وده اللي هيحصل برضو في لايف اكشن بتاع ناروتو، بحيث ان كيشيموتو نفسه هيساعد في السكريبت او الكتابة بتاعت النصوص الحوارات. اللايف اكشن بيتعمل من خلال لاينز جيت وأراد برودكشن. طبعا الشيء الجديد اللي لسه معلن عنه يوم 22 نوفمبر في الشهر ده هو ان السكرين رايتر او كاتبة السيناريو هتكون تاشا هوو، واللي هي اشتغلت قبل كده على سلسلة The Witcher Blood Origin، وده يعتبر الخبر الجديد الوحيد بعد 10 سنين من اعلان اللايف اكشن. بكده يعتبر ان احنا اطمننا نوعا ما على الكتابة هتكون كويسة جدا، خصوصا ان كيشيموتو نفسه هيكون مساعد او هيكون مرشف على كتابة السيناريوهات. ولكن لو عايزين رأيي الكامل بقى، انا لو فعلا كنت مستني حاجة بتجدد لينا متعة ناروتو هي ال4 حلقات اللي اتكنسلت. انا عارف ان اللايف اكشن ده شغالين عليه من زمان جدا ومن 2015، ولكن مش شايف ان هي دي احسن حاجة تتقدم لانمي زي ناروتو، لان برضو يا جماعة مهما حصل مهما نطيت اتشقلبت برضو اللايف اكشن بيكون اوحش بكتير من الانمي نفسه. طبعا اللايف اكشن بتاع وان بيس كان استثناء شوية، ولكن برضو كان في سلبيات وكان في حاجات مش كويسة. فلو بالنسبة لي طبعا الكل هيتفرج وهتفرج والدنيا هتبقى حماس، ولكن مش الشيء اللي انا هكون منتظره بفارغ الصبر، وشيء فعلا اللي انا حاسه انه هيكون رهيب. الشيء فعلا اللي هيكون رهيب واللي انا منتظره بفارغ الصبر هي ال4 حلقات اللي قلت لكم عليها. فبس ده كان خبر لذيذ على السريع كده لكل فانز ناروتو. ايه رايكم؟ هل هتحبوا تشوفوا لايف اكشن بانتاج واستديوهات عريقه مش اي كلام يعني؟ هل دي حاجه انتم مستنيينها او هتحبوها؟ مستني اراكم في الكومنتات. ده كان خبر لذيذ كده حبيت اشاركه معاكم، ما تنسوش اللايك. ولو عايزين تشوفوا الفصل الاخير من مانجا بوروتو اللي اتحولت 180 درجه ما تنسوش تشوفوا الفيديو ده، او شوفوا الوان شوت الرومانسي الجميل بتاع ميناتو. شكرا ليكم، كان معاكم نرد الانمي.